الدورة الرابعة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، هناك حضور عربي قوي، يعني كل البلدان العربية حاضرة سواء في لجان التحكيم أو على مستوى المسابقة الرسمية في الأفلام الطويلة والقصيرة الروائية والوثائقية، تكريمات وكذا مشاركة أفلام خارج المسابقة، فالتمثيلية العربية هي متواجدة، ونحن سعداء أن كل من وجهنا لهم دعوة لحضور المهرجان يلبون الدعوة ويأتون ويحبون المغرب ويحبون المهرجان، فهذا فخر لنا أن نكون قد استطعنا أن نكسب ثقة الصناع الفيلم العربي. أكيد أن المغرب يحظى بحب العرب كلهم، فهم دائما كما قلت يلبون الدعوة ويحضرون لمشاركتنا الفرح سواء رياضيا أو سينمائيا، فعلى مستوى السينما فنحن نطمح أن يكون هذا المهرجان ومدينة الدار البيضاء هي عاصمة السينما العربية بامتياز. إذن نحن نؤسس لهذا الغرض، ومستقبلا إن شاء الله نتمنى أن تكون هذه التسمية الدار البيضاء عاصمة السينما العربية تسمية يعني يثق فيها كل صناع العرب ويتواجدون هنا سواء من أجل الاحتفاء بالسينما أو ربما لتصوير أفلامه. والحمد لله أنا والمهرجان وقف على رجليه، وإن شاء الله تعالى أما نتمنى النجاح لهذه الدورة التي تشهد أكيد حضور نجوم عرب وكذلك دول لها باع في السينما، ونتمنى أنه التيمات اللي أو العناوين ديال الجلسات والندوات اللي كاينة أنها تكون خادمة للإنتاج العربي، لأنه في حاجة ماسة لشراكة عربية من أجل إنتاج أفلام يعني قوية تنافس على المستوى العالمي، وسنكون سعداء أكيد بتتبع الأفلام المشاركة وحضور هذه الندوات. جديدي أنتظر عرض مسلسل إلى ضاق الحال، إنتاج الأولى، تنفيذ الإنتاج لإيماج فاكتوري وإخراج مراد الخوضي إلى ضاق الحال، فيلم من 30 حلقة. كذلك أنتظر عرض سلسلة أو مسلسل الحافة، هي لإخراج محمد العسري على البلاتفورم شاهد، وتنفيذ الإنتاج لإيماج فاكتوري أو إنتاج إيماج فاكتوري. وإن شاء الله تعالى هناك مشاريع أعمال أنتظر يعني شروح في تصوير أو بداية تصوير مسلسل ازدهار الأندلس للأستاذ محمد العنزي كإخراج، وإن شاء الله تعالى يكون بصورة أفضل بكثير من فتح الأندلس، لأنه تم تجميع مختلف البهارات التي تجعل من العمل ينافس دوليا عالميا، لا من حيث كتابة السيناريو، فالمنتج العمل الأستاذ محمد العنزي يعني أشرك معه أحد عمالقة الكتابة السينمائية أو التلفزيونية التاريخية وهو إنجليزي، وهناك يعني أشخاص آخرين معه في هذه الخلية، وهناك إن شاء الله تعالى باقة من النجوم العرب الذين سيكونون ذاك الباب الذي منه إن شاء الله تعالى يكون العمل في مصاف الانتاجات التاريخيه الكبرى ان شاء الله. والله احنا شايف ان احنا ماشيين لقدام، اعداد الافلام بتزيد، مستويات الافلام بتزيد، التقارب بين الشعوب العربيه وبعضها وبين الشعوب العربيه والعالم الخارجي بيزيد، احنا بس ساعات بنجلد نفسنا اكتر مما ينبغي، علينا الان ان نستمتع باننا ما بقولش اننا نروح نبالغ في الاستمتاع، لكن علينا اننا ندي كل شيء حقه، احنا على خطوات جيدة وعلينا اننا نفعلها اكتر وبس.